السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص أنمي البنت الروسية الحلقة 9 و10. لهذا لو لم تشاهد الأجزاء السابقة عليكم مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة، وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا. تبدأ الأحداث مع يوكي التي كانت جالسة للعشاء مع أمها وجدها، والذي كان يقول لها أنه سمع بشأن المؤتمر الخاص بالطلاب الذي قد أقيم قبل أيام، وشارك فيه كوزي ووريتة شركة تانياما الصناعية، وهي البنت التي شاركت ضد يوكي في الانتخابات الرئاسية الخاصة بالإعدادية. لهذا هو كان يأمل منها خير في إقصاء كوزي، لكن يبدو أنها غادرت في منتصف جلسة النقاش لترد عليه يوكي أنه لابد من أنه كان لديها أسبابها الخاصة، ليقولها هو أنه مهما كانت أسبابها فهي تسببت باكتساب حملة ماساشي كاكوزي للشرعية. لهذا يوكي مهما كان الأمر صعب وأي كان من سوف يواجهها لا يسمح لها بالخسارة أبدا. هي ردت عليه أنها تعرف ذلك جيدا، ليقول لها هو أنه قد تكون موهوبة مثل ماساشي كاكوزي، لكن هي تعلم أن الموهبة العظيمة ترافقها دائما الكثير من المسؤوليات، وتلك المسؤوليات هي التي هرب منها كوزي. لهذا فإن الخسارة أمامه بالتحديد مرفوضة بشكل قطعي. هي ردت عليه أن كلامه مفهوم. بعدها انتهوا وهي كانت ذاهبة إلى غرفتها، لكن أمها سألتها هل هي وكوزي لا زالا مقربين من بعضهم البعض أم أن هناك مشاكل الآن بينهم؟ لترد عليها أنه هي وأخوها لا زالوا كما كانوا من قبل، وعلاقة بينهم جيدة جدا. أمها كانت سعيدة لأنها سمعت ذلك. بعدها هي ذهبت لغرفتها وكانت متعبة جدا بسبب خطاب جدها الذي لا ينتهي. لهذا طلبت من أيانو أن تسمح لها بإمساك صدرها ووضعت وجهها هناك كأنها تفرق الطاقة السلبية في صدر أيانو الذي يمتص تلك الطاقة، لكن بعد أن فعلت ذلك هي شعرت بالراحة. وفي الغد في المدرسة كوزي التقى بأصدقائه، وكلهم كانوا يقولون أنهم شاهدوا المؤتمر وكانوا يظنون أن تانياما قد ضمنت الفوز بعد سماع حجتها، لكن تفاجأوا عندما فاز كوزي وسألوه كيف خطط لكل ذلك، ليقول لهم أن يتركوا يد حقيبته أولا. بعدها عندما جلس قال لآليا أنهم يريدون أن يسمعوا إنجازاتها في الأسبوع السابق، وقال لهم أن يتفضلوا ويسألونها ليعرفوا التفاصيل منها لأنه هي صاحبة الإنجاز الحقيقي. وبالفعل بدأوا يسألونها بعض الأسئلة عن تلك الندوة وهي كانت تجيبهم، لكن عندما بدأوا يتكلمون بسوء عن تانياما لأنها هربت وسط المؤتمر هي نهضت وقالت لكوزي أن يلحق بها، وهو قال لهم أن هناك بعض الأعمال الخاصة بمجلس الطلبة عليهم أن ينهوها، لهذا عليهم أن يذهبوا الآن. وعندما ذهبوا لغرفة الخاصة بمجلس الطلاب هناك هو سألها هل أزعجتها السخرية من تانياما، لتقول له أجل، ليقولها هو أنه ليس عليها أن تلوم نفسها بالرغم من أنهم يعرفون سبب الذي دفعها للقيام بكل تلك الأعمال في المؤتمر، إلا أنهم نفسوا بكل نزاهة. لكن كوزي بما أنه يراعي كثيرا لمشاعر كوزو قرر أنه سوف يساعد تانياما لكي يصلوا لنهاية عام بضمير مرتاح، وهي اعتذرت منه لأنها تعلم بأن هذا الأمر سوف يزيد من الأعباء عليه، ليقولها هو ألا تقلق بسبب هذا، فكما قال لها من قبل هو هنا من أجلها. هي شعرت بالإعجاب عندما قال لها ذلك الأمر، لكن فجأة هو شعر أن هناك شيء ما غريب وغير طبيعي، لأن الرئيس كانزاكي ونائبة الرئيس كانوا يختبئون خلف المكتب. لهذا هو قرر أنه سوف يتصرف كما لو أنه لم يرى أو يشعر بأي شيء، لكن كوزو بدأت تتصرف بغرابة وتتقرب من كوزي، وبسبب ذلك ولكي ينقذ نفسه من الإحراج قرر أنه سوف يتراجع عن قراره، وقال للرئيس كانزاكي إلى متى سوف تبقى مختبئ هناك، ليعتذر الرئيس عن اختبائه، وقال أنهم فقدوا فرصتهم في الإعلان عن تواجدهم عندما دخل كوزي وكوزو، لهذا اتفقوا جميعا أنهم سوف يتظاهرون كما لو أنهم لم يروا أو يسمعوا أي شيء في تلك الغرفة، وغادروا بعدها وهي شعرت بالإحراج. لهذا ذهبت بسرعة، وهو قرر أن يذهب عند نونو لكي يتحدث معها. لهذا قال لها أنها لابد من أنها سمعت الإشاعات التي خرجت عن تانياما وتلك الأحاديث السيئة، لهذا هو يتساءل هل هناك طريقة لكي يساعدوها بها، لتقول له هي أنها لم تتوقع أن يزعجها هذا الأمر، ليرد عليها أن هذا الأمر لا يزعجه، في الحقيقة هو يزعج شريكته، لترد عليه أن هذا لطف من آليا، لكن في ماذا يمكنها أن تساعد هي، ليقول لها هو أنه لديه اقتراح بسيط، سوف يقومون بنشر إشاعة تشرح وبشكل منطقي سبب مغادرة تانياما في ذلك اليوم، وهي وافقت على ذلك لأن تنظيف مخلفات صديقتها تانياما من واجبها، فهي قبل كل شيء نائبتها،
بعد ذلك كوزي وكوزو قرروا أن بعد المدرسة سوف يذهبون لمكتب مجلس الطلبة ويراجعوا، وبالفعل ذهبوا هناك وبدأوا المراجعة، لكن هي كانت تجلس قريبة منه كثيرا ليقول لها ألا تعتقدين بأنك قريبة أكثر من اللازم؟ لتقول له هي هل هناك مشكلة في الأمر؟ ليرد عليها هو لا ليس هناك أي مشكلة، وقال مع نفسه أنه حقا لا مشكلة في هذا الأمر مادام لا يراهم أي أحد. لكن قبل أن ينهي كلامه دخلت أخته يوكي وهذا الأمر الذي صدمه، لتقول يوكي أنها آسفة كان عليها أن تطرق الباب قبل أن تدخل، وسألتهم هل هم يدرسون من أجل الامتحانات القادمة، وطلبت منهم أن تراجع هي أيضا في الغرفة، وهم وافقوا على ذلك فلا يوجد أي سبب يمنعهم عن الموافقة. بعدها جلسوا جميعا للمراجعة، وبعد ذلك جاءت ماسا والتي هي معروفة بتحضير الشاي لأنها قدمت لهم كلهم كأس شاي رهيب، وكوزي يقول أن الكأس الشاي الذي تقدمه ماشا أسطوري ببساطة، لكن ماشا وجدت كتاب يتحدث عن التنويم المغناطيسي، لهذا طلبت من أختها أن تنومها مغناطيسيا، لكن أليا لا تريد ذلك، لهذا هي ذهبت عند كوزي والذي اضطر أن يقبل طلبها وقام بتنويمها مغناطيسيا، لكن لم يكونوا يصدقون كلامها، لهذا قررت أليا أنها سوف تجرب ذلك، وطلبت من كوزي أن ينومها مغناطيسيا لترى هل كلام ماشا حقيقي أم فقط هي تكذب. لهذا قرر أن ينومها مغناطيسيا ونجح في ذلك، لكن هو لم ينومها هي فقط بل حتى ماشا نامت، لهذا يوكي استخدمت خبزها وقالت لهم أن يكونوا أكثر تحررا، لهذا هم نهضوا وبدأوا يفعلون الأشياء التي لا تصدق، فأمسكت ماشا كل من كوزي وآليا وبدأت تمسح على رأسهم، لكن فجأة تحرروا أكثر من اللازم وبدأوا ينزعون ثيابهم، حاولوا أن يجعلهم يستيقظون لكن بدون أي فائدة، هم كانوا قريبين من أن ينزعوا كل ثيابهم، وكوزي ويوكي وحتى آيانو لم يكن لديهم أي شيء يفعلونه سوى المشاهدة، حتى جاءت نائبة الرئيس، عندما دخلت الكل تفاجأ، كوزي لم يعرف ما الذي عليه أن يقوله وهو يقف أمام فتاتين ينزعان ثيابهم، كيف يشرح أن ماشا وآليا ينزعان ثيابهم أمامه؟ لتقول يوكي أنهم وجدوا كتاب تنويم مغناطيسي وقرروا أن يجربوا ذلك على آليا وماشا، لكن عندما حاولوا أن يوقظوهم لم ينجح الأمر، لتتدخل نائبة الرئيس وقامت بحركات الكونغفو وجعلتهم يستيقظون، ليسألها كوزي عن الشيء الذي فعلته، لتقول له أنها قامت بإعادة ضبطهم، وهم عندما استيقظوا ورأوا حالتهم شعروا بالإحراج الشديد وبدأوا يصرخون، لتقول نائبة الرئيس لكوزي هو رأى أشياء لم يكن عليه أن يراها، هل هو يريد أيضا أن يقوم بإعادة الضبط؟ ليقولها هو أنه لا يريد ذلك. بعد ذلك عادوا لمنازلهم وهو كان يراجع لأن في الغد سوف يكون هناك امتحان، حتى أنه لم يأخذ أي استراحة بالرغم من أنه كان متعب، ولكن فجأة جاءه اتصال من آليا ليجيبها وسألها في ماذا هي تحتاجها الآن، لتقول له أنها اتصلت به بدون أي سبب، ليرد عليها هل اشتقت لي بسرعة، لتجيبه بأنه قال أنه عرضة للكسل عندما يكون لوحده، لهذا أرادت أن تتصل به، ليقول لها هو بالفعل الآن يشعر بالتعب ويشعر بالكسل، لهذا قرر أن يضع رهان لكي هي تحفزه على الدراسة، لتسأله عن هدفه في هذه الامتحانات، ليقول لها أنه يريد أن يكون من بين أفضل 30 طالب في المدرسة. هي قررت أن تضع الرهان بأنه لو حقق هذا الأمر وحصل على النتائج الجيدة سوف تقوم بأي شيء يقوله لها، ولكن سوف يكون طلب واحد سوف تنفذ له، طلب واحد فقط، لكن لو لم يحقق النتائج المطلوبة فهو الذي سوف ينفذ أي شيء تقوله له آليا، وهو تحمس كثيرا لهذا الرهان، لكن هي لم تتحمس كثيرا، ليقول لها أنه أصبحت جيدة جدا في مواجهة نوبة الحمس، وهذا يبكي أخاها الأكبر، لتقول له هي متى أصبح أخوها الأكبر، فهما في نفس العمر، ليقول لها أن عيد ميلادها هي في 7 من نوفمبر، لكن هو عيد ميلاده في 9 من أبريل، يعني هو أكمل 16 وهي لم تكملها بعد، لكن بعد ذلك شكرها على اطمئنانها عليه، وقال لها أنه سوف يراها غدا، بذلك قام بقطع الاتصال، وقال أنه لا يصدق بأنها عرفت أنه فقد الشغف في الدراسة، لهذا اتصلت به كما لو أن عقلهما مرتبط، لكن في الحقيقة هي اتصلت به لأنها لم تستطع أن تكمل فيلم الرعب لوحدها، لكن هي لن تقول ذلك الشيء له، لكن الشيء الذي أحزنها هو أنه لم يقل لها أن عيد ميلاده كان في 7 من أبريل، لأنه كان بإمكانها أن تحتفل بعيد ميلاده معه لأنهما صديقان. بعد ذلك مرت 5 أيام وانتهوا من الامتحانات، وفي الطريق وسألها
عن سبب تصرفها بشكل غريب منذ بدء الامتحانات، لتقول له أنه حاولت ألا تظهر ذلك، ليقول لها أن الأمر يبدو واضح عليها. لترد عليه هي: إذا أنت تهتم بي لدرجة أنك انتبهت لمثل هذه التفاصيل البسيطة؟ ليقول لها هو: بالطبع أنا أهتم، فأنت شريكتي. لكن هي قالت له: إذا لماذا لم تدعني إلى حفلة عيد ميلادك؟ ليقول لها هو أنه لم يقم بأي حفلة عيد ميلاد. من أخبرها بذلك؟ لترد عليه أنها لن تصدق هذا الكلام، كيف يمكن أنه لم يقم بأي حفلة عيد ميلاد؟ ليقول لها هو أنه قد يكون من الشائع الاحتفال بعيد الميلاد في روسيا، لكن الأمر مختلف قليلا في اليابان. هو لا يعلم بخصوص الناس الآخرين، لكن هو لم يحتفل بعيد ميلاده منذ الابتدائية. بعدها قال لها: هل أنت منزعجة كل هذا الوقت لأنك أردت الاحتفال بعيد ميلادي؟ لتقول له أنه في روسيا عدم الاحتفال بعيد الميلاد مع شخص ما يعني بأن ذلك الشخص لم يعد مهتم بك ولم يعد يستطيع أن يتعامل معك بلطف. ليقول لها هو: إذن علينا أن نحتفل بعيد ميلادي معا، بالرغم من أنهم تأخروا 3 أشهر، لكن هو يريد أن يكون لطيفان مع بعضهم البعض حتى في العام القادم. لهذا سوف يقيم لهذا قرروا أن يخرجوا معا، لكن وهم يمشون كل الناس ينظرون لهم مندهشين، وكل ذلك بسبب جمال ملكة الجليد آليا. لهذا ذهبوا إلى مطعم فاخر وجلسوا ينتظرون الغداء، وتحدثوا قليلا عن مراسم الاختتام وكيف سوف يمر ذلك اليوم، وقالوا أن الفرق التي سوف تشارك في ذلك الاختتام عندما سوف يقدمون خططهم بشأن الرئاسة التصويت يكون حسب الجمهور، يعني أن الجمهور عندما ينهي ذلك المترشح خطابه سوف يصفقون، وسوف يتم اختيار الرئيس من خلال ذلك التصفيق، يعني أن هناك بعض المترشحون عندما ينهون خطابهم لا يحدث أي شيء، لا يصفق ولا أحد. لهذا عليهم أن يجهزوا نفسهم لكل التوقعات، بالإضافة إلى أن الفرق بينهم وبين يوكي كبير جدا، وعليهم أول شيء أن يقلصوا ذلك الفارق بينهم. بعدها هي سألت: هل هو الذي أخرج تلك الإشاعات عن نونو؟ ليقول لها أنه لم يفعل ذلك، هي التي اعترفت بالأمر بنفسها عن كونها وضعت مدسوسين في المؤتمر، لكن هي اعترفت بذلك لأنها أرادت إنقاذ تانياما من الانتقادات التي وقعت عليها. بعدها آليا شكرت كوزي لأنه فعل ذلك من أجلها. بعدها هو شعر بالخجل وأصبح وجهه أحمر، وقالت له أنها ترى بأنه يشعر بالإحراج، ليقول لها هو أن تصمت، لكن هي ردت عليه أنه يبدو لطيف. هو تفاجأ وقال أنها لم تعد تخفي الأمر بالروسية، بل أصبحت تقولها مباشرة الآن. بعدها حملت قطعة اللحم وقالت له أن يفتح فمه، الكل كان ينظر لهم لكن هو لم يهتم أمر أي شخص، وأكل من يدها. وعندما انتهوا من الغداء هي قررت أن تعطيه هديته، وهو كان سعيد جدا لأنها أحضرت له هدية وهي عبارة عن فنجان فاخر. بعد ذلك في الغد ذهبوا للمدرسة، وكان اليوم الخاص بلقاء المدرسين وأولياء الأمور، لهذا هم في مجلس الطلبة قرروا أن يناقشوا مقترحة الزي الرسمي الصيفي. لهذا ماتشا ذهبت لكي تقوم بإعداد الشاي. لهذا كوزي سأل الرئيس هل لديه أي تحديثات حول الزي الرسمي الخاص بالصيف، ليرد عليها الرئيس أنه بإمكانهم طرح الملابس الرسمية الجديدة الخاصة بالصيف بعد استراحة الصيف مباشرة، يعني بعد العطلة سوف يحصلون على الملابس، وكلهم كانوا سعيدين بهذا الأمر لأنهم سوف يتخلصون من الزي الذي يرتدونه بما أنه يناسب البرد وفي الصيف يكونون كما لو أنهم يرتدون أشياء خانقة. وبشكل مفاجئ كانازاكي جاءتها رسالة بأن والديه قد حضروا عليه أن يذهب الآن للاجتماع مع المدرسين، وماشا ذهبت للتنظيف وذهب كوزي ليساعدها، وأثناء ذلك هو اعتذر منها بسبب التنويم المغناطيسي، لتقول له أنه ليس عليه أن يعتذر، فهي التي طلبت منه ذلك. بعدها سألت ما الذي فعلت أثناء تنويمها، ليقول لها أنه سحبت هو وأليا وبدأت تمسح على رأسهم، وهي كانت سعيدة لأنها لم تفعل أشياء أخرى كالاعتراف بأنها البنت التي كانت تلعب مع كوزي في الصغر أو أنها حبيبتها الأولى. لكن عندما تذكرت أنها كانت تنزع ملابسها أمامه شعرت بالإحراج، وهو قال أنه حتى ماشا تغضب من هذه الأشياء. لهذا هي عاقبته وقالت له أنه لا يجب عليه أن يحرج فتاة بهذه الطريقة. بعدها حتى هي غادرت لأن والديها قد حضروا وسوف تذهب للاستماع لآراء المدرسين، وهو بقى لوحده. وعندما أنهى من التنظيف عاد إلى غرفة مجلس الطلبة، وهناك وجد يوكي وأيانو. لهذا يوكي طلبت من أخوها أن يقوم بتدليلها لأنه أهملها في الفترة الأخيرة، لكن جاءت كوزي رسالة من جدها الذي حضر وعليه أن يذهب ليلتقي به، لكن هذا الجد ليس الجد الخاص بوالدته بل الجد الخاص بوالده. وعندما ذهب عنده تفاجأ من البدلة الأنيقة التي يرتديها وسأله
عن سبب ارتدائه لتلك البدلة البيضاء ليقول له جده هل هي تبدو حقا رائعة عليه. لكن رد كوزي كان حقا غير اعتيادي ومفاجئ، لأنه قال له أنه وحده النرجسيون والمافيا الغربية من يرتدون أشياء كهذه. بعدها جده زاد الطين بلة عندما أخرج النظارات وقال له أنه نسى أن يرتديهم، وعندما ارتدى تلك النظارات أصبح يبدو كأنه زعيم مافيا. بعد ذلك قرروا أن يذهبوا ويجلسوا ينتظرون دورهم للدخول عند المدرس. لكن فجأة خرجت أليا ووالدتها. وجد كوزي عندما رآها بدأ يتصرف بشكل غريب جدا، لأنه معجب كثيرا بالنساء الأوروبيات، وكوزي يمسكه بكل صعوبة ويحاول أن يجعله يهدأ ولا يحرجهم أكثر. بعدها والدت أليا سألت كوزي هل هو كوزي، ليقول لها أجل، لترد عليه أن بنتها تتحدث عنه كثيرا، وعندما تتحدث عنه يشرق وجهها، وهو كان سعيد بذلك وتمنى أن تكون تتحدث عنه بالخير فقط. لكن عندما نظر لجانبه وجد أن جده اختفى، لأنه ذهب وأمسك بيد أليا وقال لها أنها بنت جميلة جدا، وطلب منها أن تنضم لعائلتهم وتتزوج ماساشيكا كوزي. وهذا الأمر كان سوف يجعل كوزي يصاب بسكتة قلبية. بعدها دخلوا عند المعلم، وعندما انتهوا وكانوا في طريق مغادرتهم كوزي التقى بوالدته، لكنها عندما نظرت له تظاهرت بأنها لا تهتم لأمره وغيرت نظرها عنه. هو في تلك اللحظة فهم أنها لا تهتم لأمره، وعندما رأى ذلك شعر بالغضب لأنه تذكر الماضي، وهذا الأمر كان يحدث كثيرا في الماضي، فهو اعتاد على والدته التي تتعامل معه بشكل بارد وبالكثير من عدم الاهتمام. لتنتهي الحلقة 10 من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وملتقانا في المقطع القادم.